Hello everyone, welcome to my YouTube channel. السلام عليكم دراري، مرحبا بكم عندي في لاشين يوتيوب. الناس اللي مازال ما داروش لنا سبسكرايب يديروا سبسكرايب، راه كنلحقوا لي فيديو ساهلين بزاف وكنمشيو مع الناس خطوه خطوه، وراه في النهايه ديال هاد الدرس غتكون استفدتي واحد الحاجه مهمه بزاف. والناس اللي تابعونا من الاولى غادي معانا مزيان. واول حاجه بغيت نقولها في هذا الفيديو هو كنشكر الناس اللي تابعونا والناس اللي كيشجعونا ودائما كيحطوا لينا لي كومونتير، كنشكرهم بزاف بزاف، وهادشي كيشجعني انني نلوح الفيديو يعني كل نهار تقريبا، وكندير داكشي بسيط بزاف وكلشي كيفهمو، سواء الناس اللي قراو لونجلي ديجا، اللي قراو ديجا لونجلي، واللي مازال كاع ما قرا اول مره يعني راه غادي يفهم معنا. سو ثانك يو فيري ماتش، كنشكركم بزاف على سبسكرايب. الناس اللي يلا انضموا لينا للقناه يوتيوب، حيت كنا فيسبوك والدراري قرروا قال لي والو دير لاشين يوتيوب باش كلشي يستافد، وهذه فرصه زوينه وهادشي كيفرحني بزاف فاش كيكون عندك بزاف ديال المتابعين انه كيستافدوا معاك. هادشي اولا كنديو الاجر وهادشي زوين بزاف، يعني كنديو الاجر وفي نفس الوقت الناس كيستافدوا، هادشي بيرفكت مزيان. اليوم غنهضروا على واحد الدرس بسيط بزاف، غنهضر على اشنو هو الفرق بين مثلا ملي كيطرح علينا شي واحد السؤال ديال وات ار يو دوين، وات ار يو دوين، سهله اشنو كدير دابا، وات ار يو دوين، كيف كاش كنجاوب الا طرح عليا شي واحد السؤال ديال وات ار يو دوين، كنقولوا I am أنا، كنزيد ليها verb مثلا eat وكنزيد لها ing I am eating. غادي نشوفوا الفرق بين ملي كنقول I work and I am working، تبع معنا حتى الأخير راه بسيط، هادشي غادي نشرحوه بالتفاصيل وهادشي راه بسيط بزاف. مثلا كنقول I work يعني أشتغل، شنو هي أشنو الفرق بين إذا قلت I work وقلت I am working، يعني بجوجهم كيعنيو أشتغل، ولكن هنا ملي كنقول لك I work كنقصد بها انا اشتغل بصفه عامه، انا مثلا خدام ولكن في هذه اللحظه ما خدامش ولكن غنخدم غدا غدا، يعني كنهضر على ان جينيرال يعني اي وورك. بحال مثلا فاش كتمشي كتبغي تزوج كيقول لك شنو واش خدام، كتقول لي اي وورك اشتغل، ولكن هنا ملي كنقول لك اي ام وركين يعني انا خدام دابا اي ام وركين. بحال مثلا الا قلت لك مثلا اي الا درت مع اي بلاي فوتبول كنلعب الكره، يعني كنلعبها ماشي دابا، راه بجوجهم بريزنت، هذه سيمبل بريزنت هذه بريزنت كونتينوس، ولكن ملي كنقولوا اي ام بلاين فوتبول يعني كنلعب دابا في هذه اللحظه، ممكن نزيدوا ليها نقولوا ناو يعني الان، اي ام وركينغ ناو انا اشتغل الان. بحال مثلا غناخذوا الفيرب ديال جو، مثلا اي جو تو مراكش كنمشي لمراكش، ولكن الا قلت لك اي ام كناخذ الفيرب ديال جو كنزيد ليه اي ان جي كتقول لي كتقول لي اي ام جوين يعني انا غادي لمراكش دابا. غادي نشوفوا كنستعملوا سابجكت زائد فيرب تو بي زائد الفعل و اي ان جي، راه درت لكم هنا بالانواع المختلفين شنو كنزيدوا، يعني الا قلت اي ورك يعني اشتغل بصفه عامه، الا قلت اي ام وركين يعني انا خدام في هذه اللحظه هذه. بحال مثلا I ممكن نقول I play football، ممكن نقول I am playing كنزيد لها ING، مثلا I am working أنا أشتغل الآن، You are أنت تشتغل الآن. تبع معنا حتى الآخر غادي نشرح واحد الحاجة زوينة بزاف كيفاش تطرح سؤال سهلة بزاف، كنقول You are أنت، You are working أنت تشتغل، She is هي She is working، ممكن نبدلو شي الاسم ديال البنت، بحال مثلا سارة سولتيني على سارة نقول لك سارة is working ولا سارة is cooking هي تطبخ، he is هو مثلا my father is working يعني ابي يشتغل، ولكن say my sister is working، we نحن we are working then we have they are working. لو بتطرح السؤال دابا شنو كدير دابا، اللي سولك هذا السؤال ديال what are you doing شنو كدير دابا، مثلا اتصل بيا شي واحد دابا قال لي hello my name is سعيد، هذا my name is سعيد، hello سعيد what are you doing، غنقول لي I am working now انا اشتغل الان. الى لقاني كسايق مثلا نقول له hello I'm driving now، ما يمكنش نقول له I drive يعني كنسوق بصفه عامه، اللي كنهضر على I am driving يعني انا سايق دابا. بحال مثلا سولني سؤال what are you doing، I am eating، واخا غنطول شويه في هذا الفيديو ولكن غيعجبكم في الاخر، راه غتستافد واحد الحاجه زوينه تبع حتى الاخر. بحال مثلا what are you doing، I am eating، شوف هنا السؤال قال لي are you eating yes، هنا are you eating اشنو الفرق بين هذا وهذا، هذا كيتسمى WH question كنقول لك اشنو كدير، ما كاينش نجاوبو بيس، هذا كنجاوبو بيس ولا نو، ملي كيبدا لك سؤال بعد ولا بغيت نطرح السؤال سهله بزاف. ها شوف
كتاخد are كترجع لها جي كتقول لي are you كتحول السؤال. ها هو السؤال فين درت هنايا مثلا غنديرو are you، يعني ملي كنحولو هاد are لهنايا كتولي سؤال، يعني هيا درت سؤال هنا مثلا مثلا اتصل بك شي واحد لنفترض عندنا الفعل ديال watch تشاهد، اتصل بك شي واحد وهو يسمع التلفازة حداك كنقول لك are you watching TV، هل تشاهد التلفازة؟ تقول لي yes. باش كنجاوبو بحال مثلا انا قال لك are you eating، هل تاكل؟ yes I am eating. ولا كنقول له no I am not، واخا كتبتها هكا you know I'm not eating. بحال مثلا سولو سؤال what are you doing، شنو كدير؟ I am working. ممكن تقول لي I am working now، ممكن تقول I'm working right now، or I can say I'm working at the moment. بقى غادي نشوفوا بعض العبارات ما يخلينا ايه انا باش فهم. يعني دائما ملي كتطرح عليا شي واحد سؤال what are you doing، انا كنقول مثلا نقول I am eating. قال لي what are you doing، وانا كنطيب نقول له I'm cooking. what are you doing، I'm working اشتغل. What are you doing؟ بحال مثلا انا غادي لمراكش تصل بيا شي واحد hello how are you Said. my name is Said by the way، اسمي ديال سعيد. What are you doing، شنو كتقول؟ نقول له اشو كدير، نقول له I am going to Marrakesh or I'm driving to Marrakesh. What are you doing، I am working. قلنا السؤال شنو كنديرو؟ كنديرو دائما حتى هنا كنقولوا are you working، هل تشتغل الان؟ are you working، جاوبني في كومونتير وغنطرح لكم سؤال اخر وغتجاوبوا في كومونتير باش نشوف الجواب كي غيكون. For example are you playing football now، هل تلعب الكره الان؟ are you، الجواب اما كنقولوا yes ولا no، ديروا الجواب وغادي يصحوا في كومونتير. والناس اللي قالوا لي على حسب لي جروب الله يرضى عليكم راه قربنا غنديروا لي جروب، قلنا غير يعني نجمعوا بزاف الدراري، داكشي علاش اللي مازال ما دارش النمره ديالو في كومونتير يديرها باش نجمع الدراري ان شاء الله، وغنديروا معاهم لي جروب وغنديروا لي لايف ان شاء الله راه غيتسهل الامور. بحال مثلا هنايا قلت لك ار يو وركين، هل تشتغل الان؟ الا بغيت نطرح بغيت نسولك على شي حد مثلا بغيت نسولك على is she working، هل هي تشتغل؟ في بلاصه ديال شي ممكن ديروا اسم ديال البنت، بحال مثلا مثلا يور سيستر، اسم ديال اختك مثلا هو سارة ولا خديجة مثلا، نقول لك is خديجة working، هل خديجة تشتغل؟ الا قلت لك is هي كتحول سؤال، قلنا راه غير حولنا is لهذا الشيء، يعني هنايا ملي كنحولها كتقول لي is she مثلا working تشتغل، ما كاينش نقولوا is she work، ولا نقولوا مثلا are you work now are you working. بحال مثلا هنا is she working، yes she is، or I can say no she is not. So thank you very much for paying attention. كنشكركم على المشاهدة، ولكن ما تنساش دير سبسكرايب باش توصل بأي حاجة حنا جديدة، وراه كنديروا الدروس ببساط بزاف، وراه غادي نحاول نعاود بعض الدروس اللي هما كيكونوا ببساط في هذاك الأول كيفاش نبريزونتي راسي اكسيترا. ما تنساش تبارطاجي مع الأصدقاء، ما تنساش تحط لينا كومونتير قول لينا كي جاك الدرس، واش بسيط ولا صعيب، المهم عطي ليا يور اوبينيون الرأي ديالك. So thank you very much. But don't forget to subscribe to my channel. Goodbye.